اهلا وسهلا بكم معايا في هذا اللايف. نقدم نفسي زينب مسفر، اخصائيه نفسانيه للاطفال المراهقين والكبار. واش تقدروا تاكدوا لي انكم كتسمعوني مزيان وكتشوفوني مزيان؟ واش كتسمعوني؟ واش كتشوفوني مزيان؟ نتسنى واحد شويه حيت مازال ما عرفتش واش كتسمعوني. اهلا وسهلا بكم، دونك مرحبا بكم. نقدم نفسي عاوتاني بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا. معكم زينب مسفر، اخصائيه نفسانيه للاطفال المراهقين والكبار. كنشكر الجمعيه المغربيه لعلم النفس لايمبسي على هذه المبادره الجميله ديالها اللي دارتها في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. اذا تقدموا مجموعه ديال لي لايف اللي كانوا فيها مجموعه المواضيع، يعني في علم النفس، في علم ديال الحس الحركي، في علم النطق ديال لا ريدوكاسيون اورتوفونيك، دونك اللي رافقوا الناس في هذه الفتره هذه. بونسوار. الوغ بغيت نعلمكم انه غيكون ان شاء الله هذا اخر لايف في هذه السلسله هذه. غيكونوا امور اخرى ان شاء الله في الجمعيه في سوغ لا باج اللي تقدروا تشوفوها، وتقدروا ايضا تشوفوا لا ريديفوزيون ديال لي زوتر لايف. اذا كنشوف انكم كتلصقوا بيا، ميرسي بوكو. نتسنى واحد شويه على ما يدخلوا بلوس دو جون. شكرا على الاستماع، مرحبا بكم اونكور اون فوا. اذا نبداو. الموضوع اللي اختاريت نهضر لكم عليه اليوم هو واحد الموضوع مهم بزاف، حيث هو واحد الموضوع اللي نقولوا في قلب العلاقات الانسانيه كامله، وهو موضوع التواصل. كنتواصلوا مع الاطفال ديالنا، كنتواصلوا مع الازواج ديالنا، كنتواصلوا مع الخوت ديالنا، مع الاصدقاء الى اخره. الوغ انا اختاريت نهضر لكم اليوم على كيفاش نتواصل مع الاقرباء ديالي بطريقه ايجابيه باش نخلق واحد العلاقه اللي هي سليمه. شكون فينا ما كرهش انه شكون فينا يعني شكون فينا ما بغاش انه يخلق واحد الجو زوين في العائله ديالو، واحد المحيط اللي هو ملائم، اللي كلشي على خاطرو، كلشي مرتاح، يعني يكون واحد التوازن في العلاقات ديالنا. دونك هي شي حاجه اللي ممكنه، هذا هو لو ميساج اللي بغيت نوصل لكم اليوم، شي حاجه اللي توتا في بوسيبل اننا نعيشو في اون هارموني بيناتنا. بيان سور كتكون صراعات لي كونفلي شي حاجه اللي هي ضروريه واساسيه، ولكن كنقدروا نتواصلوا اترافير لي كونفلي، كنقدروا نتواصلوا ا كونديسيون اننا نحترموا بعضياتنا. الوغ قبل ما نهضر على التواصل الايجابي نبغي نهضر لكم على التواصل بصفه عامه. شنو هو التواصل؟ هي انني نخلق علاقه مع الاخر. دونك التواصل كيكونوا جوج ديال الاشخاص، كيكون الشخص اللي كيلقي واحد الرساله اللي كيبغي يوصل لواحد لو ميساج، دونك هو ليميتور، وكاين لو ريسيبتور وهو الشخص اللي كيسمع للاخر وكيحاول يفهم لو ميساج ديالو. دونك في هذه العلاقه هذه كاين نقولوا واحد الجو اللي مهم انه يتخلق، اما غيكون واحد الجو ايجابي ولا غيكون جو سلبي. دونك هذه ان شاء الله غنتكلموا عليها من بعد. الوغ بالنسبه لو ميساج اللي بغيت نهضر لكم عليه اليوم هو كتسمعوني؟
ما عرفش واش كتسمعوني حيت جو سون كو لا كونيكسيون. واش ممكن تاكدوا لي انكم كتسمعوني؟ الو نكمل. الو بالنسبه للتواصل اللي كنا كنهضروا عليه كيكون انيميتور و ان ريسيبتور. كاينين دو تيب دو كومونيكاسيون، جوج انواع ديال التواصل. كاين تواصل اللي هو ايجابي وكاين تواصل اللي هو سلبي. التواصل اللي هو ايجابي هو واحد التواصل اللي كتكون فيه علاقه جيده مع الاخر، يعني انني كنكون دون لو بارطاج، كيكون واحد واحد الرغبه انني نكون مع الاخر، كنكون ديسپونيبل بسيكيكمون. وفي لا كومونيكاسيون بيان سور راه كتكون لا كومونيكاسيون فيربال، كيكون واحد التواصل اللي هو لفظي وكيكون تواصل اللي هو غير لفظي، كيكون بالجسم، كيكون بلو ريغار، كيكون بلا فوا. دونك هاد لا كومونيكاسيون لي نون فيربال حتى هي كتكون مهمه بزاف، وحتى هي مهم اننا ناخذوها بعين الاعتبار. الوغ كيما قلت كاين تواصل اللي هو ايجابي وكاين تواصل اللي هو سلبي. باغ كونطخ ما كاينش عدم التواصل، لابد غنتواصلوا واخا نرفضوا اننا نتواصلوا، فاننا يعني غنتواصلوا كوميم، يعني بالسكات ديالنا ولا بالصمت غنقدروا نتواصلوا، غنقدروا ندوزوا واحد الميساج انني ما بغيتش نهضر معاك. دونك هذا ايضا شي حاجه اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. الا بغينا ما نتواصلوش هي اننا ما غنبقاوش على قيد الحياه. الوغ حاجه اخرى بغيت نعطي واحد المثال بالجسم ديالنا. ملي كيكون تواصل سليم، يعني تواصل جيد ما بين الاعضاء ديال الجسم، فكتكون صحه سليمه، كنكونوا اون بون سونتي. وملي كيكون تواصل اللي هو غنقولوا فيه خلل ولا تواصل اللي هو ديسفونكسيونيل ما بين الاعضاء، كتكون لا مالادي. فنفس الشيء بالنسبه لي ريلاسيون زومان، ملي كيكون كتكون اون كومونيكاسيون بوزيتيف في العلاقه، كتكون علاقه جيده، كتكون علاقه اللي هي مبنيه على يعني على لو بارطاج. وملي كتكون غنقولوا ملي كيكون تواصل اللي هو سيء، فكتكون علاقه اللي هي سلبيه، علاقه اللي هي ديسفونكسيونيل، اللي كتعطي معاناه بزاف، واللي بعض المرات كتقدر تؤدي حتى يعني لا نقولوا لا سيباراسيون ولا لا روبتور. نهضروا دابا على الموضوع ديالنا اللي هو التواصل الايجابي. الوغ التواصل الايجابي هي انني كنكون ديسپونيبل للاخر، يعني انني كنسمع له، ولكن ماشي غير كنسمع له، كنستمع له ماشي غير بالسمع، يعني ماشي غير بالحاسه ديال السمع، كنستمع له بالعينين ديالي، بلو ريغار ديالي، كنستمع له حتى يعني بليماجيناسيون. داكشي اللي كيعاود لي كنحاول نتصوره، وكنحاول نكون معاه في داكشي اللي كيحكي لي عليه، كنعيش معاه، كنكون ديسپونيبل، كنديسونطرا من راسي. يعني في التواصل الجيد ما كنبقاش فوكاليزي على نفسي، كنحاول نشوف الاخر كيفاش هو كيحس وكيفاش هو كيعيش داك الامر. بيان سور حنايا ماشي كاملين فحال، دونك فاش كيجي الشخص يحكي لي واحد الحاجه اللي وقعت له، نقدر انا كنت في بلاصتو ما غنتعاملش ولا ما غنحش بنفس الاحاسيس ديالو، ولكن رغم ذلك خصني نحاول ما امكن فاش كيكون الشخص كيحكي لي، كيخصني ما امكن نحاول نفهمه هو من جهته، كنكون ديسونطري دو موا ميم. دونك لو فات انني كنعطي هذه الفرصه للاخر انني نفهمه اكثر، كيحس بيا. بيان سور راه الا ما كنتش مثلا معاه في التواصل، هو كيحكي لي وانا كنشوف بلاصه اخرى ولا كنشوف الساعه، دونك راه غيحس بيا فورسيمون، وما كاينش اكثر، ما كاينش شي حاجه اللي كتجرح اكثر من انني نكون كنحكي شي حاجه لواحد الشخص وهو ما كيعطينيش اهتمام. دونك سافو دير انه التواصل الايجابي هي كنعطيه اهتمام الاخر، كنعطيه تقدير، جو لو كونسيدير. واهم حاجه اللي بغيت ناكد عليها هي لومباتي. شنو معناتها لومباتي؟ هي انني كندير بلاصتي في بلاصتو، كنحاول نحس بداكشي اللي كيحس به. بيان سور سي يوتوبيك، سي حاجه اللي هي مستحيله، ولكن كندير اون طونطاتيف انني نتقرب له ما امكن ونحس به. اي حاجه اخرى اللي هي مهمه بزاف هي لا بيانفيونس. شنو معناتها لا بيانفيونس؟ هي انني داكشي اللي كيعاود لي عليه واللي كيحكي لي عليه ما نحكمش عليه، جو لو جوج با، ما كنكونش دون لو جوجمون. دونك كل ما عطيت للشخص الفرصه انه يحكي لي بواحد الطريقه اللي هي يعني نقولوا
انكونديسيونيل يعني ما كان كونديسيونيش لي شوز بواحد لا خصو يهضر معايا بهذه الطريقه ولا يستعمل معايا هاد الالفاظ كنخليه حر يهضر معايا كيما بغى دونك هاد لاتيتود هادي هاد الطريقه اللي غنتعامل معاه بها واللي غنستعملو بها غتخليني انني نخلق معاه علاقه ايجابيه دونك العلاقه الايجابيه الاساس ديالها هو التواصل الايجابي صافي دير كو الا تواصلنا ايجابيا مع المحيط ديالنا اون ا دو فورت شونس اننا نكونوا اون ريلاسيون اون بون ريلاسيون مع الاخرين يعني اننا نكونوا في علاقه اللي هي ممتعه في علاقه اللي مرتاحه وكل واحد فينا يكون مزيان الوغ بالنسبه لا كومونيكاسيون بوزيتيف ولا التواصل الايجابي بغيت ناكد لكم انه ماشي شي حاجه اللي بعيده يعني كاين بزاف ديال الناس اللي نقولوا ما كيعرفوش يتصرفوا بواحد الطريقه ايجابيه ولكن حيت بيان سور هما في الصغر ديالهم ما تعطات لهمش الفرصه انهم يعني يتعلموا كيفاش يديروا يتواصلوا بطريقه ايجابيه حيت راه حنا يعني كناخذوا الامثله من المحيط اللي كبرنا فيه من الوالدين ديالنا من الاطفال يعني اللي فاش كنكونوا اطفال يعني من لاتيتود ديال الطفل ديالنا كيفاش عشنا الامور دونك اما غنتعلموا اننا يعني نكومونيكيو بواحد الطريقه ايجابيه حيت تعاملوا معنا وعطاونا الفرصه في الصغر ديالنا اننا يعني اننا نتحاوروا بطريقه ايجابيه ولا غنقدروا نتحاوروا بطريقه سلبيه الوغ سي با اون فاتاليتي الا ما كناش كنعرفوا نتحاوروا بطريقه ايجابيه نقدروا نتعلموا il suffit اننا نعطيو الفرصه لراسنا ça veut dire que qu'il n'est jamais trop tard même à 70 ans même à 80 ans يعني هي شي حاجه اللي كتكتسب سي ان ابرونتيساج شي حاجه اللي غنقدروا نتعلموها ولا تدربنا عليها بيان سور كيخص لها مده شويه الصبر حيت حتى حاجه ما كتجي يعني بسهوله مع لا ريبيتيسيون غنقدروا نوصلوا اننا نكومونيكي واننا نتواصلوا بطريقه ايجابيه الوغ كيما قلت الطفوله ديالنا هي الاساس ديال كيفاش غنتواصلوا من بعد واول مثال هما لي بارون هما الوالدين إذا كانوا الوالدين بيناتهم ديجا كيتواصلوا بطريقه اللي هي ايجابيه غنتعلم انني نتواصل بطريقه ايجابيه دونك عليها بغيت نهضر لكم في اول نقطه دابا على لو كوبل على العلاقه الزوجيه كيفاش نقدر نبني علاقه ايجابيه وتواصل ايجابي ما بيني وبين الزوج ولا ما بين الزوجه ديالي اللي خصنا نعرفوه وما نساوهش هي انه لو كوبل ولا الازواج هما جوج اشخاص ماشي شخص واحد جوج اشخاص اللي عندهم قصص حياه مختلفه اللي عندهم ماضي مختلف اللي عندهم تربيه مختلفه الى اخره دونك يعني نقولوا عندهم واحد بحال اون فاليز كل واحد كيجيب واحد لا فاليز اللي فيها مجموعه ديال الامور كاينه شي حاجه اللي بحال فحال كاينه بزاف الامور اللي هي مختلفه الوغ باش نقدروا نتواصلوا مع الاخر كيخصنا نتعلموا نعرفوه شنو كيبغي شنو هما الحاجيات ديالو نعرفوا شنو هما لي شوز اللي ما مرتاحش فيهم اللي ما كيبغيهمش شنو هما لي كاليتي الى اخره بيان سور حتى لي ديفو اللي هما كاملين عندنا عندنا لي ديفو كل ما عرفنا الشخص مزيان كل ما غنقدروا نتاقلموا معاه وغنقدروا نتحاوروا معاه بطريقه ايجابيه اللي بغيت نقول لكم هي سي دوماج اننا واحد الشخص اللي كنقضيو معاه تقريبا معظم الوقت ديالنا ولا اكثر الوقت بالنسبه للناس الاخرين ما نديروش واحد المجهود باش نتعلموا كيفاش نتواصلوا معاه بطريقه جيده وسورتو ان هذا الشخص هذا راه هو الشخص اللي كنعيشوا معاه اقرب علاقه واللي هي لا ريلاسيون انتيم يعني اللي ما كنقدروش نعيشوها مع اي واحد دونك خصنا نعطيو لنفسنا في لو كوبل كزوجين الفرصه اننا نخلقوا هذا التواصل هذا الجيد الوغ كيفاش ندير نخلق التواصل الجيد مع الزوج ولا مع الزوجه ديالي اولا واهم حاجه اللي هي الاساس والركيزه ديال العلاقه الزوجيه هي الاحترام وفي اي علاقه الاحترام ونقولوا بالاحساس بالامان الاحساس بالامان هي انني كنثق في الزوج ولا في الزوجه ديالي عارف انني نقدر نعتمد عليه الا احتاجيتو عارف انني الا كنت غندوز واحد الفتره صعيبه كاين على من نتكل وماشي لابد نمشي عند العائله ديالي الام والاب الى اخره باش يكونوا معايا في هذه الفتره دونك الاساس
هو هاد لو سنتيمون دو سيكوريتي وهاد الثقه اللي نقدروا يعني نبنيوها مع الزوج ولا الزوجه ديالنا. خصنا نكونوا ديسپونيبل مع الاخر، خصنا اننا نكونساكريو له نعطيوه واحد الوقت، لابد نعطيوه وقت في النهار، واخا يكون وقت قصير، انني نتكلم على النهار ديالي كيفاش داز، واش كاينين شي حاجات اللي تبغي نهضروا عليها اللي ما مرتاحش فيها وتبغي تخوي قلبك عليا، نهضروا على الا كاينه شي امور ما عجباتوش مثلا بجهتي، يقدر يقولها لي بيان سور بطريقه لان الاخر يعني لو ميساج كيقدر يدوز. دونك لابد انني ناخذ واحد الوقت مع الاخر، وانني نهضر على راسنا انا وياه، وسورتو انني نيفيتي نهضر معاه غير على المشاكل، غير على الاطفال، غير على المسؤوليه، على لي كورس، على يعني على الحياه ولا المسؤوليات اليوميه. نو خصني ناخذ وقت اللي غنهضر معاه على الامور اللي كتجمعنا بعضياتنا. الو هذا دان كوتي. دان اوتر انه الزوج ولا الزوجه ديالي ملي يكون كيعاود لي على واحد الحاجه، ما خصنيش نكون دون لا كريتيك، انني جو كريتيك، لا ما كانش دير بحال هكا، لا ما كانش خصك تقول هاد الهضره، ماشي داكشي اللي كينتظر. اول مرحله هي انني نستقبل داكشي اللي كيعاود لي، انني نسمع له. اياه الا كان مثلا فواحد الصعوبه نقول له كنحس بك بان هذا الشيء صعيب بالنسبه لي لك، دونك كيحس بيا انني معاه، انني كنحس به. هذه دون بار. دون اوتر بار هي انني انا براسي خصني نفتح قلبي باش تكون اون غولاسيون اللي هي اوتنتيك، واحد العلاقه اللي هي صريحه، خصني انا نفتح قلبي، انني نهضر على راسي، وما خصنيش نهائيا انني نخاف نهضر على واحد الحاجه ونفقدو، باسكو اهم حاجه اللي خصنا يعني نخليوها في الراس ديالنا بالنسبه للعلاقه، علاقه اللي هي غنقولوا امينه مع الاخر، هي انني نحس بواحد لامور انكونديسيونيل، انه واخا نغلط، واخا ندير واحد لو كومبورتمون ماشي هو هذاك، غيسامحني. بيان سور انني يعني غنقولوا كنحاول ما امكن انني يعني نخلي الاخر على راحته، ولكن سان فو با دير انه الا غلط ولا انني مثلا درت واحد الحاجه ولا اخر صافي ما غيبقاش يبغيني. وهنايا اللي كنقترح عليكم هي اننا يعني نشوف واحد النقط اللي نحاولوا نتفاداوها في الزواج ديالنا. اول حاجه واهم حاجه هي اننا ما نفكروش اننا اوني اون سول بيرسون. في الزواج كاينين جوج ديال الناس، كاين الزوج وكاين الزوجة، اللي هما كما قلت مختلفين، كل واحد عنده الآراء ديالو، كل واحد عنده شخصيته. دونك كاينين أشخاص اللي كيحاولوا يتسلطوا على الآخر، أنهم يكونتروليوه، أنهم بحال اللي يمحيو شخصيته باش يعني يبقاو يعني يفورم ان، تكون واحد لا فوزيون. دونك هنايا كتكون شي حاجة اللي هي يعني مشكل، كتكون شي حاجة اللي ديسفونكسيونيل. يفو فريمون ايفيتي أننا يعني نقولوا انا والاخر رحنا اون سول بيرسون. خصنا نتفاداو ايضا اننا ننتقدوا الاخر. لي كريتيك هي شي حاجه اللي ماشي كونستركتيف. بيان سور راني مهم نقول شي حاجه الا ما عجبتنيش، ولكن ماشي نجي ونهجم، ما نأتاكيش الاخر، حيت سي جو لاتاك هو الدور ديالو عاوتاني غيأتاكيني. دونك غنوصلوا لواحد في العلاقه انني انا كنهجم وهو كيهجم، ودونك هادشي ما غيوصلنا حتى نتيجه. نقطه اخرى هي انني ما نفكرش بان كاينه واحد لا رولاسيون ايديال. راه في لو كوبل لابد ما غيكونوا دي كونفلي، ما كايناش اون رولاسيون اللي ما فيهاش دي كونفلي. دونك سي توت افي نورمال يكونوا دي كونفلي، ما كاينش ان ماري ولا اون فام بارفيت، كاملين بينا عندنا لي ديفو. دونك خصنا نقبلوا انه الاخر راهو عنده حتى هو لي ديفو ديالو. حاجه اخرى اللي هي مهمه ان ما نحاولوش نكونوا دائما مع الزوج ولا مع الزوجه ديالنا، راه حتى هو محتاج ولا محتاجه واحد المساحه ديالها ولا ديالو اللي غيدير فيها الانشطه، اللي غيحس هو براسو مثلا مع الاصدقاء ديالو، ولا يعني غيدير دي شوز اللي عاجبينو، الرياضه ديالو الى اخره. دونك كل واحد كتكون عنده الانشطه ديالو، ومن بعد كنتلاقاو باش نديرو انشطه اللي هي اون كومون بيناتنا. دونك هنايا بالنسبه للكوبل غنختم بواحد النقطه اللي هي حتى هي مهمه بزاف، هي ما نبقاوش دايرين لاكسون غير على
الحاجه اللي سلبيه درتي لي هذه مع هذه الحاجه مع هذا الديفو ما عاجبنيش فيك. لا بيرسون عندها دي كاليتي يعني ما عندهاش غير لي ديفو. دونك هاد لي كاليتي هادو سي امبورطون اننا نهضروا عليهم اننا نفالوريزيو لوتر نديروا له دي كومبليمون اننا يعني نعززوه نقولوا له ها شنو عجبني ها شنو مثلا دار واحد الحاجه نقولوا له هاد الحاجه اللي درتي ولا نقولوا لها هاد الحاجه راها عجبتني بزاف. دونك ما نبقاوش غير في لا كريتيك. نهضروا دابا بالنسبه للاطفال ديالنا. بالنسبه للاطفال لابد ما اننا نتواصلوا معاهم من بدايه الحياه ومام يعني افون قبل ما تكون الولاده. راه فاش كتكون المراه حامل كتتواصل مع الجنين ديالها داكور. دونك الطفل غنحاولوا نتواصلوا معاه على حسب السن ديالو. الا كان الطفل مثلا مازال ما كيهضرش يعني غنقدموا له كلمات. حنايا غنحطوا كلمات في بلاصتو مثلا فاش غنجيو نوكلوه غنقولوا له ها شنو غتاكل ها شنو غنديروا. الا خرجنا نقدموا له العلام الخارجي نسميه كل حاجه. الا مشينا عند الطبيب نعلموه انه راه يدير مثلا واحد التلقيح وراه يقدر يتقصح. دونك اون اكومبان لونفون كنرافقوه بالكلمات ديالنا. وملي كيبدا يهضر الطفل كيخصنا لابد واساسي اننا نعطيوه واحد الفضاء ان اسباس دو بارول اللي يقدر يعبر فيه اللي يقدر يقول باش كيحس. واخا يكون مثلا كيحس بان شي حاجه ما عجبهاش دارتها له الام ديالو ولا الاب يبس اوتوريزي يعني يعطي الاذن لراسو انه يقولها بلا ما يخاف انه ما يبقاش يبغيه الاب ولا الام. دونك هنايا سي تري امبورطون اننا نخليه في بالنا بان كاينه نقط اساسيه مع الطفل ديالنا اللي خصنا نديروها. شنو هي؟ اولا هي لامور انكونديسيونيل. الطفل خصو يحس باننا كنبغيوه بدون شروط كما كانت الاحوال. يعني انه غلط ولا دار دي بيتيز ولا ما جابش مزيان ما جابش نقطه مزيانه في المدرسه. دونك كيحس بينا اننا كما كانت الاحوال رحنا كنبغيوه. دونك وخصنا نشرحوها له حيت الطفل يعني يقدر يقول انه الا درت واحد الغلط راه ما غيبقاوش يبغي مني الوالدين ديالي. حاجه ثانيه هي انني ندير جو بوز ان كادر. هي انني نحط واحد الاطار اللي هو واضح اللي فيه قوانين اللي هي واضحه واللي فيه حدود ما خصوش يتحداها الطفل. حيت هادشي كيخليه انه يحس بالامان كيعرف راسو ها شنو يقدر يدير ها شنو ما يقدرش يدير. وهنايا نقدر نعطي مثال ديال بزاف ديال الوالدين كيديروا هذه القضيه. انه مثلا الطفل كيبغي يشري واحد اللعبه والاب ولا الام كيقولوا لا ما نشريهالكش. دونك شنو كيدير الطفل؟ كيبدا يبكي كيبدا يغوت. نقولوا الاب ولا الام كتستسلم وكتشري له داك اللعبه. دونك بهذا الاستسلام ديالها شنو هو الميساج اللي كدوز له؟ هي انك قدرتي توصل لداكشي اللي بغيتي بهذا لو كومبورتمون. دونك الطفل شنو كيبقى في بالو؟ هي انني باش نوصل لداكشي اللي بغيت غيخصني نبكي بهذه الطريقه ونطيح في الارض الى اخره. دونك الا قلت لا هي لا ماشي باش يعني ماشي باش نبريفي لونفون. ولكن الا كانت حاجه ممكنه نديروها. ما كانش ممكنه كنقولوا له لا وما كنرجعوش في الكلمه ديالنا. حاجه اساسيه بزاف هي انني مع لونفون ديالي نحاول انني ما نبقاش نكريتيكيه. بيان سور انا بالنسبه لي الضرب ما كنهضروش عليه حيت هي شي حاجه اللي هي سلبيه بزاف على النفسيه ديال الاطفال. نهضروا غير على الالفاظ. كاينين مثلا بعض الاطفال اللي عندهم صعوبات في مثلا صعوبات باش يلبسوا حوايجهم ولا صعوبات باش يعني في الدراسه مثلا. دونك الاب كيبقى يحكم على الطفل كيقول له انت مكلخ مثلا انت ما كتفهمش. ولا مثلا الا دار واحد السلوك وضرب خاه ولا طفل اخر كيقول له انت توي ميشون. دونك من الاحسن اننا نتفاداو هاد الالفاظ هادي باش الطفل يعني ما يحش براسو انه هو ما مزيانش. دونك دائما نفرقوا ما بين السلوك ديال الطفل وما بين الشخصيه. الا مثلا دار واحد الحاجه ما مزيانش غنقدروا نقولوا له انك داكشي اللي درتي ما مزيانش ماشي انت اللي ما مزيانش. حاجه اخرى مهمه بزاف مع الاطفال ديالنا هي اننا نعطيوهم الوقت باش يهضروا. مثلا الطفل خرج من المدرسه ديالو كنشوفو خرج ماشي هو هذاك معصب. دونك خصني نحاول نعرف كيس باس واش وقعت شي حاجه في المدرسه ماشي هذيك
واش الاستاذه يعني واش الاستاذه قالت لك شي حاجه ما عجباتك، دونك كنحاول نشوف شنو مورا هاد لو كومبورتمون هاد الاطفال ديالنا. لابد ما ناخذ معاهم وقت باش نشوفوا الحاله النفسيه ديالهم كيفاش عامله. نهضروا دابا على الاخوه. العلاقه ديال الاخوه هي واحد العلاقه اللي فيها لا جالوزي، فيها تساؤلات بزاف كيقدروا يطرحوا. الطفل كيقول واش الام ديالي والاب كيبغيوني بحال خاي، واش كيبغيوه اكثر مني، واش هو احسن مني، واش تكي عليا الى اخره. دونك الدور ديال الوالدين في هاد العلاقه هادي هي انهم يحاولوا يعرفوا ما امكن ما وراء واحد السلوك ديال العنف. مثلا الى اخذ ضرب الاخت ديالو ولا الاخ ديالو، نحاولوا نفهموا علاش، واش كيحاول يجلب الانتباه ديال الاخر، واش كيحس انه ما عندوش بلاصتو في هاد العائله، كيحس براسو بحال اللي زايد، ولا هما كيبغيو الاخر اكثر منه، واش غير بهاد الطريقه كيبغي يثبت الذات ديالو مع الخوت ديالو. دونك يفو ابسولومون اننا نحاولوا نديشيفريو هاد لو ميساج، حيت الطفل بهاد السلوك كيحاول يوصل لنا ان ميساج. دونك نحاولوا نفهموا شنو ما وراء هاد السلوك هذا. حاجه اخرى هي بالنسبه للصراعات ولا النزاعات اللي كيكونوا ما بين لي زونفون، كيخصنا اون طونك بارون اكونبانييو نرافقوا هاد الصراعات هادي. بيان سور ما يمكنناش نتفاداوها باسكو هي شي حاجه اللي ضروريه واللي مهمه بزاف، باسكو كتعلم الطفل كيفاش يدير بلاصتو مع الاخر، ولكن خصها تكون مقننه. يعني انه الوالدين خصهم يحميو الاطفال ديالهم باش ما يكونش واحد التعدي على الاخر، باش ما يكونوش واحد الالفاظ اللي هي ما مزياناش كتستعمل بيناتهم، ولكن في نفس الوقت كيكونوا حاضرين انهم يسمعوا لكل واحد فيهم علاش دار واحد السلوك، وكنعطيو الوقت لكل واحد انه يعبر علاش نوقع. ما نجيوش من جهه الواحد ونخليو الاخر، يعني تكون واحد المساواه بين الاطفال ديالنا، اننا نعاونوهم في عوض ما يعبروا بالضرب يبداو يعبروا بالكلمات. مثلا الا كان واحد الطفل ما كيعرفش كيفاش يقول لا، غيجي مثلا خاه يبغي ياخذ شي حاجه غيضربو، ما غيعرفش يقول له لا هاد الحاجه انا ما بغيتش نسلفها لك ولا ما بغيتش نعطيها لك. دونك ان طونك بارون غنساعدوهم انهم يعبروا بالكلمات على الحاجيات ديالهم. حاجه اخرى هي ان كاين اطفال ما كيعرفوش كاريمون انهم يقولوا لا، يعني ما كياخذوش حقهم. اللي وقع كيدار بهم، يعني اللي جا كيدار بهم. غتبغي تاخذ له مثلا الاخت ديالو ستيلو ديالو غتاخذو، غتبغي تخرجو من البيت غتخرجو. دونك فريمون هنايا لي بارون خصهم يلعبوا واحد الدور اساسي باش يعلموا كيفاش يقول لا وكيفاش يثبت الذات ديالو. دونك الا جينا نلخصو انه باش يكون تواصل جيد لا على مستوى زوجين ولا على مستوى الاطفال يعني مع الوالدين ديالهم ولا على المستوى الخوت بيناتهم، هو انني نعطي الوقت للاخر، انني نسمع له شنو هما الحاجيات ديالو، هي انني نكونساكري له لو طون باش نتقرب له ما امكن، وباش نعطي واحد الفرصه ايجابيه ليلو وليلي باش يكون واحد التجاوب اللي هو احسن. دونك نحاولوا دابا نجاوبوا على الاسئله، كنشوف انه كاينه بزاف ديال الاسئله. مرحبا بكم معايا وشكرا على الاستماع. بونسوار. Merci pour tout ce que vous partagez et je vous en prie avec grand plaisir. Donc, choukran ala l'estima dialkoum ou ala les encouragements dialkoum. Kan hawal nqalib ala l'as'ila. Donc, hna kanchouf annahu. سعيدة، كيفاش ممكن نعلم أطفالنا التواصل الإيجابي منذ الصغر؟ شكرا سعيدة على السؤال ديالك. دونك كيفاش ممكن نعلم الأطفال ديالنا التواصل الإيجابي منذ الصغر؟ إيفكتيفمون هي أننا نبداو من نفسنا حنايا. كل ما حنايا خلقنا واحد الفرصة للطفل ديالنا أننا نسمعوا له بلا ما نحكموا عليه، يعني بلا ما
بلا ما نجوجيوه، نعطيو له واحد لوفيرتور ديسبري لانه يجي ويقدر يقول لي داكشي اللي كيحس به، انني نسمع له ماشي في نفس الوقت انا كنسمع له وانا كندور الشغال ولا كنطيب ولا كنهضر مع خاه. دونك خصني نكون معاه ديسپونبل 100%. كل ما حس معايا حس بيا الطفل انني عطيه الوقت وانني مهتمه به، كل ما هو بحد ذاته غيقدر يدير نفس الشيء مع الاصدقاء ديالو في المدرسه، وكل ما كبر غيديرها مع الاخرين يعني لي زامي دامي، وملي غيتزوج ان شاء الله غيقدر هو يكومونيكي ديك الساعات بطريقه ايجابيه. دونك ايفيكتيفمون من الصغر كنتعلموا اننا نتواصلوا ايجابيا مع الاطفال ديالنا. الو مصطفى كيقول سو ميتر على بلاص دو لوتر. سي فري، هي فاش كنقولوا سو ميتر على بلاص دو لوتر كتبان لنا شي حاجه اللي هي امبوسيبل، حيت ايفيكتيفمون ما غنقدروش نديرو بلاصتنا في الاخر. باغ كونت غنحاولوا اننا يعني يكون واحد التقارب من داكشي اللي كيحس به الاخر، باش ما امكن نحس بداكشي اللي كيهضر لي عليه. كل ما تقربت منه، كل ما كنت امباتيك، وكل ما امباتيك هي انني جوستمون كنتصور في راسي كون كنت انا في بلاصتو شنو نقدر نحس، كل ما غادي يكون واحد التجاوب اللي هو ايجابي، وكل ما هو براسو غيحس بيا انني كنحاول نفهمو. لا كونفيونس، ايفيكتيفمون لا كونفيونس هي لا باز ديال الاساس ديال اي علاقه، كانت علاقه مع الاطفال ديالنا ولا مع الازواج ديالنا ولا مع الاصدقاء. لا كونفيونس شي حاجه اللي هي ضروريه باش نشحو واحد العلاقه. ايفيكتيفمون سلام. alors ريدا، ma femme est en dépression et je ne sais pas comment communiquer avec elle. donc هذا السؤال اللي هو effectivement مهم بزاف، حيت هذا سؤال مهم بزاف حيت كي يطرح التواصل مع الاخر اللي عنده ديجا هو صعوبه في التواصل. effectivement فاش كيكون فاش كتكون اون بيرسون اون ديبرسيون، c'est une personne اللي ديجا en malaise. donc une dépression c'est une maladie li ديال نقولوا ديال لانفي وديال لا ليبيدو. الشخص كيكون حزين ما عندوش القناه يدير حتى حاجه، ما باغيش كاع هو يكون في هذه الحياه بعد المرات، دونك ما عندوش القناه لنفسه لا حرك انها تكون عنده القناه الاخر. اذا كيفاش نكومونيكي مع اون بيرسون اون ديبرسيون؟ هي انني نفهمها اول حاجه ان هذا الشخص راه كيعيش واحد المعاناه اللي هي كبيره بزاف، خصني نتقرب من هاد الشخص هذا. دونك بالنسبه لرضا فوالا الزوجه ديالك، دونك حاول سي رضا ما امكن انك تقرب منها، انك تحس بها انها هي كاينه واحد المعاناه اللي كبيره بزاف، وانك تقولها لها، تقول لها انك راه كتحس انها كتعاني، انها ماشي هي هذيك، وانك معاها وغتحاول ما امكن انك دير اي حاجه باش تكون ان شاء الله هي مزيانه. دونك ما نتواصلوش معاها بحال اللي غنتواصلوا مع اي واحد. ما يبقاش فينا الحال الا مثلا ما بغاتش تهضر ولا شدات على راسها، باسكو سي تري تري دور بالنسبه لهذا الشخص هذا لحرك انه عادي يتواصل مع الاخر. دونك خصنا نتفهموا ما امكن الوضعيه ديالها. وبيان سور الا كانت الزوجه ديالك ما كانش يعني متبعه مع واحد الاخصائي، كنصحك ما امكن انك تعاونها تمشي لعند اخصائي نفساني ولا طبيب نفساني باش يرافقها في هذه الفتره هذه، حيت ايفيكتيفمون هي شي حاجه اللي صعيبه بزاف ولكن اللي كتعالج. لا ديبرسيون سي اون مالادي اللي كنقدروا نعالجو اما بالجلسات النفسيه، ولا الا كانوا يعني بعض المرات كتكون حالات اصعب نقدروا نلتجؤوا للدواء حتى هو. السلام عليكم حمو اي تحدو، شكرا بزاف على هذه المعلومات، شكرا لك للاستماع. سؤال ديالي كيفاش غادي نتعامل مع الطفل اللي كره معايا الهضره. ما فهمتش مزيان هاد الكلمه هادي، دونك كيفاش نتعامل مع الطفل اللي واش كيكرر معايا الهضره؟ ما عرفتش شنو هو السؤال بالضبط، دونك الا قدرتي توضح بالنسبه لهذه الكلمه هذه ما فهمتهاش شنو هي.
الوغ انا على حسب ما فهمت يمكن كيكرر معاك الهضره، دونك الطفل اللي الا هضرتي معاه يعني ما كيحترمش يمكن الهضره اللي كتقول له. دونك ايفيكتيفمون كيما هضرت قبيله كيما بيان سور كنا كنعطيو الحب لوليداتنا والوقت يعني واحد الاطار باش نسمعوا لهم، لابد ما انه يكون واحد الاطار يعني واحد لو كادر اللي هو واضح، يكونوا دي ليميت، انه ما كان نسمحش للطفل ديالي انه يقلل عليا الاحترام ولا انه يهضر معايا بواحد الطريقه. دونك الا كان الطفل يعني وقع واحد التغيير ما كانش بحال هكا وبدا كيرجع عليا الهضره، دونك خصني نحاول نفهم كيس كي سباس يعني شنو مور هذا السلوك هذا، واش كاينه شي حاجه، واش كاينه معاناه، واش وقعت له شي حاجه اللي انا ما عارفهاش. دونك اول حاجه هي نحاول نفهم، ولكن واخا هكاك خصني لابد انني نشرح له بان ما عندوش الحق يتعدى هاد لي ليميت اللي ويقدروا يكونوا جوستمون عواقب. دونك نوضحها له، وداك ساعات نشوف شنو رد الفعل ديالو وشنو غيقدر يقول لي هو، واش ايفيكتيفمون كاينه شي صعوبه ولا حاجه اخرى، ولا هو من دائما بحال هكا. يعني كاينين سكون ابل دي زونفون اللي هما اوبوزيسيونيل، كاين سكون ابل لو تروبل اوبوزيسيونيل، هما واحد الاطفال اللي اي حاجه كيقولوا لا، اي ما كيس ما كيبغيوش يسمعوا الهضره. ولكن هاد لي زونفون اون جينيرال كتكون واحد الحاجه اللي نقولوا من البدايه، يعني كيبانوا الاعراض ديالها من الاول. اي دون سو كا الا كان فريمون الطفل اوبوزيسيونيل، مهم انه تكون واحد المساعده من طرف اخصائيين. ما هي صفات الشخصيه عبدو مغرامي؟ ما هي صفات الشخصيه الاكثر تواصل؟ هذا سؤال اللي هو زوين بزاف، شكرا. سي فري بصح كاينه شخصيه اللي نقولوا عندها بلوس دو شانس انها تتواصل ايجابيا مع الاخر. اولا هي كتكون واحد لا سنسيبيليتي، كل ما كان الشخص اللي هو سنسيبل ويعني وعنده واحد الحساسيه باش يسمع الاخر، يعني كيقدر نقولوا كيبغي يساعد الاخر، كيبغي يستمع له، كل ما غتكون واحد غيكون واحد المجهود انني نتواصل جيدا مع الاخر. ولكن ماشي كافي، كاينين اشخاص اللي واخا عندهم اون سنسيبيليتي ما كيعرفوش نقولوا ما كيعرفوش يتواصلوا مع الاخر. دونك الصفه ديال الشخصيه الاكثر تواصل هي واحد الشخصيه اللي من الصغر علموها الوالدين ديالها انها تعطي الاهميه للاخر، انها تكون امباتيك، انني ما نحكمش على الاخر، انني نحترم الاخر، نحترم الراي ديال الاخر، نحترم لا ديفيرونس، حيت ماشي حنايا كاملين فحال فحال. دونك هاد الامور هادي كامله كتبدا من الطفوله، وبيان سور كل ما كبرنا كل ما كنزيدو نتعلمو طرق اخرى باش نتواصلو بطريقه اللي هي ايجابيه اكثر. سلمى دو فاز، ما في دو 8 ans a des difficultés scolaires. Quand je fais le devoir avec elle, il m'arrive de la traiter de bête et parfois même de la frapper. شكرا بزاف سلمى على هذا السؤال، حيت هو فريمون اساسي، حيت سورتو في هذه الفتره هذه ديال الحجر الصحي، لان الوالدين ديالهم الوالدين ديال يعني الوليدات ديالهم كيلقاو راسهم خصهم يعني مجبرين انهم يخدموا مع لي زونفون، حيت ما كايناش المدرسه، دونك كيديروا ليكول ا لا ميزون. لانفون بحد ذاته هو ان ابرونتيساج، يعني دائما كيتعلم، يعني نقولوا بانه خصو يغلط باش يتعلم، كيمشي للمدرسه كيغلط. دونك اول حاجه هي اننا نعلمو بان ليغور هي شي حاجه اللي اومن، لان كاملين بينا كنغلطو. دابا قلتي مدام سلمى انه البنيته ديالك ديجا عندها دي ديفيكولتي سكولير، يعني انها هي بحد ذاتها ما عرفتش واش ديجا مشات عند اخصائي ولا غير انتينا كتقول انها عندها دي ديفيكولتي. دونك هي براسها راه بحد ذاتها راه كتعاني باسكو عندها دي ديفيكولتي. دونك خصنا فريمون نحاولوا نتفاداو اننا نزيدوها يعني بالانتقاد، باسكو ديجا هي حاسه براسها انه عندها دي ديفيكولتي. دونك الا زدنا بالانتقاد انك سورتو تي بات ما كت يمكن انك انتينا ما كتفهمش دغيا، ولا جو سي با شنو هما نوع الصعوبات اللي عندها، واش ما كتفهمش دغيا، واش ديسليكسيك مثلا، ماشي ديسليكسيك يعني واش عندها مثلا صعوبات في الكتابه، واش عندها صعوبات في القراءه. دونك حيت فوزافي بارلي دون ديفيكولتي دابرونتيساج، دونك
ماشي لابد يكون عندها ان تروبل، ولكن حتى لا ديفيكولتي بحد ذاتها راه كتشكل واحد المعاناه للطفل. دونك خصنا نحاولوا ما امكن اننا نفهموا الطفل، نديروا نحاولوا نديروا جوستمون بلاصتنا في بلاصتو، انه هو بحد ذاته راه عنده صعوبات، دونك خصنا ناكومبانيوه نرافقوا الطفل ديالنا في هذه الصعوبات هذه. هضرتي على الضرب، مالوغوزمون ان الوالدين دي فوا بقوت اللي كيتعصبوا بقوت اللي هما جوستمون باغيين مصلحه للطفل ديالهم، ولكن فريمون بقوت اللي العصب كيبقى يطلع 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 كيقدروا يباسا لاكت، يعني كيديروا واحد لو كومبورتمون اللي هو سلبي. دونك فريمون مدام سلمى انا اللي كنقترح عليك هي انك تحاول ما امكن تيفيتي انك تخدم مع البنيته ديالك. الا شفتي راسك انك كتحسب دغيا معاها وتقدر تلجأ للعنف لا اللفظي ولا يعني اليدوي، حاول تتفادى انك تخدم معاها، حاول مثلا تقترح عليها شنو هما الامور اللي ديرهم وحاول تتفادى هذه القضيه. ويلا فريمون بالنسبه ديالك عندها دي ديفيكولتي وشفتيها انها ما كتقدرش تساير في المدرسه وكانت مثلا ما كتمشيش عند اخصائي، حاول تديها عند واحد الاخصائي اللي غيدير لها ان بيلون نيوروبسيكولوجيك باش نحاولوا نفهموا هاد البنيته هادي شنو هما الصعوبات اللي عندها وباش نقدروا نرافقوها. حيت كل ما الطفل كل ما ساعدناه بطريقه مبكره كل ما كنعطيوه الفرصه انه يعني يكون بلوس ايبانوي في قرايته ويكون بلوس ايبانوي في الحياه ديالو. فوالا الوغ عايشه دورابا كوم مون ماري اي تابسون جو نو بو ريان فير جو مي سون انكومبليت et ça me fait souffrir. Madame Aïcha, hadi c'est une question li كترجع بزاف عندي في الكابيني، يعني اللي بزاف ديال لي فام كيعانيو منها هي انها كتكون واحد لا ديبوندونس افيكتيف، هي انني ما نقدر نحس براسي كامله الا ما كانش معايا الزوج ديالي. دونك فريمون مدام عائشه كنشجعك انك تحاول تحاول تلقى ذاتك، انك تحاول تستمتع بالوقت ديالك. ماشي لابد حتى يكون الراجل، بيان سور انه فاش يكون الراجل ديالك غتقضي معاه اوقات ممتعه، غزالي بارطاجي معاه دي شوز اللي هما بوزيتيف، ولكن ماشي الا ما كانش الحياه ما كتوقفش. دونك حاول حتى نتين تاخذ الاوقات اللي هي دير شي حاجات اللي هي غتعجبك، دير دي زاكتيفيتي اللي ترتاح فيهم. ما عرفتش واش انك كتخدم ولا ما كتخدمش، دونك الا كنتي كتخدم حاول يعني فاش تكون في الخدمه ديالك ما تبقاش كتفكر غير في الراجل ديالك، يعني انك تكونسونطرا على لي طاج ديالك. الا ما كنتيش خدامه حاول دير دي زاكتيفيتي اللي نتين الرياضه ولا الطبخ ولا الى اخره، يعني دي شوز اللي نتين غيعطيوك دو بليزير. ولا فريمون شفتي راسك انه حيت هضرتي على اون سوفرانس انك فريمون ما قادراش تحس بانك مرتاحه بلا ما يكون راجلك، يبو ميو كونسولتي، حيت هادي سي اون ديبوندونس افيكتيف، هذا واحد الادمان اللي هو عاطفي واللي كيتعالج بيان سور. السلام عليكم كريمه، سؤالي هو زوجي يعاني من الاكتئاب وكثره التفكير وقله النوم، هل من مساعده في ظل هذا الحجر الصحي حيث لا يمكن الذهاب لطبيب مختص، هل هناك دواء او علاج وشكرا. جوستومون مدام كريمه شكرا على السؤال ديالك. دونك قلتي ان زوجك ديالك يعاني من اكتئاب، واش ديجا هذا الاكتئاب تشخص؟ يعني واش ديجا شاف شي طبيب ولا ما عمرو شاف شي طبيب؟ يعني ان انتينا كتقول ولا كتلاحظ ان عنده اعراض ديال الاكتئاب وقله النوم حتى هي اللي داخله في اعراض الاكتئاب. دونك بغيت نقول لك انه لي ميدسان بسيكياتر، حيت دابا هو قلتي انه عنده قله النوم دونك يقدر يحتاج الادويه، دونك لي بسيكياتر خدامين في هذا الوقت، هذا كاينين لي كلينيك اللي هما مفتوحين. المهم انه يكونسلتي باش يعني يعاون راسو ما يبقاش في هذا، سورتو انه دابا كاين ان برولونجمون ديال هذه الفتره ديال الحجر الصحي، دونك سي امبورطون انها تكون واحد المساعده. بالنسبه لنتينا كيفاش تقدر تتعامل معاه، هي حاول ما امكن يعني تعطيه واحد الجو ملائم في الدار، انك يكون ان بو دو كالم، سورتو انه عنده يعني صعوبات في النوم، يعني ما امكن توجد له واحد الظروف اللي هي ملائمه باش يقدر يرتاح فيها، حيت ديجا هو ما مرتاحش نفسيا. و جو زونكوراج فريمون انك تقترح عليه يمشي يشوف طبيب اخصائي.
سلام أحمد، كيفية التعامل مع الشخص السلبي مع المستهتر؟ الشخص السلبي، ما عرفتش شنو بغيتي تقصد بالشخص السلبي، يعني واش السلوك ديالو ولا عنده هو تخوفات؟ باسكو ما فهمتش شنو هي المستهتر، ما عرفتش الا قدرتي تاكد لي شنو هي المستهتر، ما فهمتش شنو هو هذا اللفظ. باغ كونطخ كيفاش نقدروا نتعاملوا مع واحد الشخص السلبي؟ نحاولوا ما امكن، بيان سور كما قلت قبيله، راه حنا الا درنا له واحد الانتقاد وإلا كنا في الهجوم، راه هو براسو حد ذاته غيقدر يكون في واحد السلوك بحالي حتى انا، يقدر حتى هو يكون يعني ما غيتوصلش مني داك الميساج وغيدير العكس ديالو. دونك نحاول ما امكن انني ندوز له الميساج بطريقه اللي هي تكون يعني نقولوا دوس، بطريقه اللي هي هادئه. شي حاجه اللي ما مرتاحش فيها نقدر نقولها له، ولكن نحاول نختار الكلمات ديالي. مستهتر كنظن انه هي يعني ما يعني ما كيعطيش الاهميه بتدخل الامور فريمون. كما قلت قبيله، ان غولاسيون دو كوبل سي اون غولاسيون اللي كيخصنا نقدروا نتكلموا فيها على الامور. دونك سي احمد، سي تري تري امبورطون ان منين نبغيو نتعاملوا مع واحد الشخص بحال هكا، نقول له شنو كنحس به، نقول له انني ها شنو كنلاحظ، ولكن ما ناكوزيهش، يعني ما نكونش في واحد لا ريسبونسابيليزاسيون دو لوتر كي ريسك جوستمون انه تعطيني دي ريزولطا اللي هي كونترير. دونك التعامل مع هذا الشخص هذا هو اولا انني نعبر على باش كنحس، وثانيا انني نحاول نلقى واحد الطريقه باش ندوز لو ميساج، ولكن اون دوسور، ماشي بالهجوم وبلا كولبابيليزاسيون. سناء، comment faire avec un homme qui ne communique pas, un mari frustré. Alors un mari qui ne communique pas, qui m'a dit هو ديجا الا ما كانش كي يعني بالنسبه لي ما كيكومونيكيش، peut-être هي ما كيهضرش ولا ما كيعبرش. دونك بحد ذاتها راه سي نوع دو كومونيكاسيون. هاد الشخص اللي ما كيكومونيكيش، دونك هضرتي على الراجل ديالك، خصنا نحاولوا نفهموا علاش. واش هو ما كيتواصلش ولا ما كيهضرش مع اي واحد، يعني هذه شخصيته، ولا معاك انت انا بالضبط؟ واش هذا الراجل ديالك واش من دائما ما كانش كيهضر، ولا عاد وقع هذا التغيير هذا؟ دونك نحاولوا نفهموا شنو وراء هذا لو كومبورتمون هذا. ولا فريمون حاولتي معاه انه يعني يعبر، بيان سور انه ماشي غنجي نقول له هضر، كاين اشخاص اللي هما ماشي يعني ما عندهمش واحد السهوله باش انهم يعبروا. دونك خصني نحاول نلقى طرق اللي غنتادبت معاه، طريقه اللي غتوالمو هو باش نكومونيكي معاه. ولا فريمون انني شفت انه هذا الشخص راه ما كيكومونيكيش، حيت ايفيكت ماشي ما كيكومونيكيش بطريقه ايجابيه، دونك يعني ما كيبغيش يعبر، غنقدر نستشر مع اخصائيين ديال لو كوبل، باسكو جوستمون كاينين دي سبيسياليست ديال لو كوبل لي غيقدروا يساعدوني في هذا لو سونس هذا. كما قلت، راه اني جامي ترو تار دو بور اميليوري لا ريلاسيون، باش نحسن العلاقه راه عندي ما كاينش وقت. نقدر انني ندير هذه المبادره هذه، نقترح عليه، نقول له انني فريمون راني كنحاول ولكن ما وصلتش للنتيجه. دونك انا كنظن انه خصنا نشوفوا اخصائي اللي غيقدر يساعدنا باش نقدروا نتواصلوا بطريقه احسن. الوغ ساره دغادير، mon garçon est en train de grandir et de devenir un ado. Comment me comporter avec lui de la meilleure manière? C'est une très bonne question. حيت السن ديال المراهقه هو واحد السن اللي نقولوا ماشي ساهل، حيت الطفل كيعيش واحد مجموعه ديال التغيرات على المستوى الفيزيولوجي وعلى المستوى النفسي، وهاد التغيرات هذه كتاثر على المزاج ديالو وكتاثر على السلوك ديالو. دونك خصنا كأم نحاول نرد البال لهاد الامور هذه. الوغ مراهق شنو هما الحاجيات ديالو؟ اولا محتاج لواحد المساحه، واحد حريه اكثر، الى بيزوين دو بلوس دوتونومي، واحد الاستقلاليه اللي هي اكثر. دونك خصني نحاول نخلي الطفل ديالي اللي كيكبر نخليه يرجع بلوس اوتونوم، انه يبدا ياخذ بلوس دو ريسبونسابيلتي، يعني انني نعطيه واحد المسؤوليه اكثر من قبل، انني نخليه يدير الاختيارات ديالو. بيان سور هاد الاختيارات يعني
نحاول نعطيه ما امكن ظروف اللي هي الامان, يعني ما غنخليهش يأذي نفسه, ولكن غنخليه يختار يدير لي شوا ديال الحياه ديالو. وحاجه اخرى اللي هي مهمه بزاف هي انني نعطيه واحد ليسباس كما قلت قبيله باش يحكي, باش يعاود لي وما يعاودليش غير على قرايته, حيت بزاف ديال لي بارون كيركزوا غير على القرايه, نهضروا غير على المستقبل باسكو فاش كيبدا يكبر الطفل راه كنبداو نفكروا في المستقبل ديالو, دونك خصنا نيفيتيو اننا نديروا التركيز كامل على الدراسه. دونك الطفل ديالي خصني اللي كيرجع مراهق خصني نعطيه ان اسباس اللي غيتكلم لي على حياته, على الاصدقاء ديالو, على صعوبات اللي كيلقى. دونك كل ما رافقته بهذه الطريقه كل ما غنقدر يعني نعطيه واحد الفرصه باش يدوز المراهقه باحسن ظروف. وبيان سور راه كل ما وجدنا الطفل ديجا من الصغر انه نتواصلوا معاه بطريقه جيده كل ما كنسهلوا هذاك لو باساج لسن المراهقه. سي مصطفى كيقولنا ليكوت ايفيكتيفمون ليكوت شي حاجه اللي هي اساسيه وضروريه. ليكوت اننا ماشي غير كنسمعوا له كما قلت يعني بالحاسه ديالنا, ليكوت انني كنكون حاضر معاه, كنكون ديسپونيبل, انني كندير راسي بين قوسين في واحد الوقت وكنعطي الاولويه للاخر. دونك كنكون فريمون ديسپونيبل معاه بسيكيكمون 100%. ليكوت هي هذه, كنهضروا على ليكوت اكتيف. مصطفى كيقولنا ريلاسيون نون ايكيليبري. الوغ ايفيكتيفمون كاينين دي ريلاسيون اللي هي نون ايكيليبري, لانه كاين شخص اللي كيعطي بزاف والشخص الاخر اللي كيكون دون لا ريتونسيون, اللي ما كيكونش عنده واحد لانفيستيسمون بحال الاخر. دونك خصنا ما امكن باش نوصلوا لهذا التوازن هذا نحاولوا نديروا داك الامور اللي هضرت عليها قبيله. دونك هادي البرافو جو ميرسي. احمد دو كازابلانكا, جي 50 ans et je sens que j'ai du mal à communiquer avec mon entourage, puis-je changer ça à mon âge? Effectivement, c'est une très bonne question. Et comme je l'ai dit, alors si Ahmed a 50 ans, يعني راه واحد السن اللي هو غنقولوا دابا جون, يعني راه بزاف الناس كيقول لك وانا صافي فات الفوت سي ترو طار. نو اني جامي ترو طار. انا كما قلت قبيله ميم ا 80 زون ا 90 زون نقدروا نغيروا الطريقه كيفاش نكومونيكي. بيان سور بيان ايفيدامون انه كل ما خدمنا على هاد الامور هادي كل ما خدمنا عليها فاش زعما فاش كنكونوا صغار كل ما لو ريزولطا كيكون اسرع, ولكن سان فو با دير انه ماشي ممكن. دونك ايفيكتيفمون سي با اون فاتاليتي انه عندك صعوبه في لا كومونيكاسيون مع الاخر. غتقدر شي حاجه اللي غتقدر تكتسبها, سي ان ابرونتيساج, شي حاجه اللي كنقدروا نتعلموها, يعني مع شويه الصبر راه غتقدر توصل لواحد التواصل اللي هو ايجابي. فاش كتقول جي دو مال لا كومونيكي افيك مون انتوراج, ما عرفتش واش انك واش ما كتهضرش, يعني كتخلي الامور عندك لداخل, ولا بلوس انك فاش كتهضر يمكن كتهضر بواحد الطريقه اللي هي غير ملائمه. مي دون تو لي كان سي بيان سور بوسيبل انك انه يكون ان شانجمون. لا سول كونديسيون هي انك تكون عندك اون فولونتي, انك تكون راغب تخدم على نفسك وانك غدير مجهود. الوغ عماد, كيف يمكن العوده الى ذكر وانثى ما قبل المنانه؟ ألوغ نعاود نقرا السؤال. كيف يمكن العودة إلى وأنت ما قبل الولادة والاكتساب صفة أم وأب؟ داكوغ. دونك بعد مرحلة الرضاعة وصول جسم المرأة, ألوغ إيفيكتيفمون فاش كنعيشو مراحل مثلا ديال الولادة راهو الجسم كيتغير وكاينة مجموعة ديال التغييرات اللي كتوقع. دونك ما خصناش نقلبوا دائما انني نرجع كيما كنت باسكو دي فوا سي امبوسيبل. خصني نحاول ندير لو دوي ديال هاد ليماج هادي. كاينه بزاف الامور اللي كنعيشوها في الحياه ديالنا اللي صافي ما نقدروش نرجعوا لواحد الحاله اللي هي كانت من قبل. باغ كونط غنحاول ما امكن انني ندير المجهود ديالي باش نوصل لواحد ليطا اللي نكون فيه مرتاح. دونك انني غندير مجهود على نفسي باش نكون مزيان ونتقبل انه كاينين دي شانجمون دون لا في وانني ما غنكونش دائما في لو ميم ايتا. دونك حنايا اوني دي بيرسون دي زيتر هومان اون شانجمون كونستان.
دونك اول حاجه هي لو دوي، نتقبل انني راني يعني انني جي افونسي، ما بقيتش فداك الصوره اللي كنت فيها. دونك سي تري امبورطون كو سوا في الولاده ولا كو سوا في العلاقه ديال الزواج. في العلاقه ديال الزواج مثلا كاينين اشخاص كيقول لي انا كنحس براسي انني ما ماشي يعني ما بقيتش ليبر بحال افون. ايفيكتيفمون يعني كيخصنا نديرو لو دوي ديال كيفاش كنت من قبل. دونك كيكونوا دي شانجمون اللي هما انيفيتابل اللي كيخصنا نتقبلوهم في الحياه ديالنا. لا بوفي دو ليبرتي، ما سي مصطفى ما فهمتش شنو هي لا بوفي دو ليبرتي، الا قدرتي تفسر لي دونك. ولكن توت فاصون هاد الكلمه هادي اللي قلتي ديال لا ليبرتي راه هي شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، خصنا يعني خصنا نقلبوا عليها، خصنا نقلبوا اننا نكونوا ليبر، ما نحسوش براسنا ايطوفي. دونك كو سوا في لا ريلاسيون ديالنا مع وليداتنا ولا مع في الازواج ديالنا، خصنا نلقاو شي وقيت اللي غنكونوا ليبر، غتكون اون ليبرتي فيها. Alors, Badia de Mknaz, j'ai 50 ans et je sens que j'ai du mal à communiquer avec mon entourage. Puis-je changer ça à mon âge? Alors, je vais vous poser des questions sur cette Lila, parce que je suis très contente pour vous, parce que effectivement, le changement n'a pas d'âge. Nous pouvons travailler sur la snaf à tout moment. ونحسنوا الحياه ديالنا لما افضل. دونك هذا الجواب ديجا جاوبت عليه قبيله. دونك وي اون بي شانجي ا توت اج ا كونديسيون دو فير لي فور. alors sinophel واش التروبل دو لا فيجن او مانك دو بليزير من لي سيمبتوم دو ديبرسيون. alors effectivement le vous avez parlé de manque de plaisir. le manque de plaisir c'est un symptôme de la dépression mais pas que. يقدر يكون في بزاف ديال لي زوتر واحد لي زوتر مالادي بسيكيك. دونك لو مانك دو بليزير كاين في لا ديبرسيون، كاين في لانكسيتي، كاين في بزاف ديال الامور اخرى. الوغ لو تروبل دو لا فيجن بار كونتر ما نقدروش نقولوا انه يعني ديريكتومون من لي سيمبتوم ديال لا ديبرسيون. ايفيكتيفمون كاينه نقولوا امراض نفسيه اللي كتعطينا اعراض جسميه. دونك كنقدروا نحسوا بدي سيمبتوم بحال هكا، ولكن يفو ميو كونسولتي ونحاولوا نيكارتيو نيليمينيو بانه كاينه شي حاجه عضويه، وعاد ديك الساعات نهضروا على شي حاجه نفسيه. alors سلوى je suis toujours en train de réfléchir à ce que les autres pensent de moi et ça m'empêche d'être moi-même. effectivement madame سلوى alors c'est un obstacle. هذا c'est un obstacle à la communication parce que le fait انني كنفكر بان شنو الاخر يقدر يعني يقول عليا ولا انه يقدر يحكم عليا، يعني لو جوجمون ما غيخلينيش انني نكون موامم، ما غيخلينيش نكون اوتنتيك، وبعد المرات غاي امبيشيني انني كاع ندير واحد العلاقه مع الاخر. دونك انا اللي نبغي نقول لك سلوى هي انه شنو ما درتي راه الاخر غيفكر عليك شي حاجه. دونك اللي مهم هي انك نتين شنو كتفكر على نفسك، نتين كيفاش كتحس براسك. ما خصناش نعطيو واحد الاهميه كبيره شنو كيفكروا علينا الاخرين. الا كنتي انتينا في واحد الاحترام ديال الاخر وما كت يعني ما كدير حتى حاجه اللي كدير الاخر، دونك ما خصنيش نهتم بشنو كيفكر الاخر. خصني نحاول يعني ندير داكشي اللي انا مرتحني ولا نقول داكشي اللي مرتحني، وبهذه الطريقه غنقدر نكون ولا ناسس علاقات مع الاخرين اللي غتكون بلوز اوتنتيك واللي غنكون انا بلوز اليز فيهم. دونك كاينه حاجه اخرى اللي نبغي نشير لها مدام سلوى هي لا فوبي سوسيال. لا فوبي سوسيال هو واحد الاضطراب نفسي، هو نقولوا الرهاب الاجتماعي، اللي الشخص دائما كيفكر شنو غيفكر عليه الاخر. دونك هذا الشيء كيمنعو انه يدير بزاف ديال الحاجات. انا ما نقدرش نشخص شنو الحاله ديالك، ولكن كاينه اعراض اللي هي واضحه تقدر تقلب عليها باش تعرف راسك واش افكتيفمون تقدر تكون كتعاني من هذا الرهاب. ولا كنتي كتعاني منه مهم انك تشوف اخصائي اللي غيقدر يساعدك باش ان شاء الله تخرج من هذه الحاله هذه. شيماء لو ميم بوين افيك لانفون
l'amour inconditionnel. Je vous remercie pour la remarque. L'amour inconditionnel هي واحد الحاجة أساسية في الحياة ديالنا, لا مع الوالدين ديالنا ولا مع الخوت ولا مع الأزواج. يعني خصنا أنه الآخر يبغينا بدون شروط, نحس بأن الآخر يعني ماشي غير داعينا غير إلى لبينا واحد الشروط. دونك لامور خصو يكون effectivement inconditionnel. سندوهان محمد الريفي, ولدي حركي عنده 3 سنين, شنو ندير معاه؟ هذا سؤال اللي كيتطرح بزاف بالنسبة للوالدين, انه الطفل الحركي. خصنا ديجا نعرفوا شنو هو الطفل الحركي, واش هو الطفل اللي يتحرك طول الطون, واش ما كيقدرش يجلس, شنو هي حركي. الو الى انت فريمون اسي محمد, يعني بالنسبه ليك واضح انه الطفل ديالك حركي وكتشوف انه كاين فرق ما بين الاطفال الاخرين, دونك كنهضروا هنايا على افراط الحركه واللي هو ان تروبل ليبر اكتيفيتي اللي خصني نمشي عند اخصائي اللي يشخصوا لي. ولكن ما خصناش نطيحوا في هذا, يعني في هذا التفكير هذا اوتوماتيكمون. ماشي حيت ولدي كيتحرك بزاف اذا راهو حركي. كاين بعض الاطفال اللي هما كيتحركوا بزاف اللي محتاجين مثلا محتاجين واحد الحاجه. خصنا نحاولوا نفهموا شنو هي هذه الحاجه هذه, واش ما يعني نقول واش كاينه واحد المعاناه من الداخل اللي كتخليها انه يتحرك طول الطون. كنعيطوا لهم دي زونفون توبي, يعني باش الطفل يقدر يرتاح خصو لابد يبقى يجري بارطو ويدور بارطو. مي اون ساشون كو ا 3 ans راه ان انفون ديجا il bouge beaucoup. دونك باش نقدروا نعرفوا هاد الطفل واش حركي ولا ماشي حركي, خصنا لابد نلجؤوا لواحد الراي ديال الاخصائي. الوغ شنو تقدر دير مع الطفل اللي هو حركي؟ هي انك تقترح عليه انشطه اللي كيعجبوه. بيان سور ما كنهضرش على الانشطه ديال لي تابلت والتلفازه الى اخره, ولكن دي جو العاب اللي تقدر ديرها معاه واللي غتساعدو انه يعني يكاناليزي شويه داك الحركه ديالو. ايضا اننا نخرجوا معاه نتمشاو نديروا رياضه, دونك دي زاكتيفيتي اللي غتخليه انه يهبط شويه هاد الحركه هذه ديالو. مستوى عالي في التحليل, شكرا لسي الموفق. فاطمة زهرة بونسوار, بونسوار افو, بونسوار عادل, ميرسي افو مدام سناء, شيماء ميرسي, سلام. الوغ لا جالوزي دان انفون كي 8 ans كي قلنا سي عادل, لا جالوزي هي واحد الحاجه اللي هي طبيعيه ما بين لي زونفون. ا اترافير لا جالوزي كيبين الطفل انه تا هو مثلا باغي يثبت الذات ديالو, تا هو يبغي تكون واحد المساواه. دونك بيان سور الا سورتو الا كان ما كانتش دائما يعني ما كنديروهاش بالعاني, ولكن بارفوا كنقدروا نديروا واحد لو جيست مع واحد وما نديروهش مع الاخر. دونك لا جالوزي هي شي حاجه اللي طبيعيه ما بين لي زونفون. لو بروبليم اللي كيتطرح هي ملي كترجع اون جالوزي اللي الطفل كيكون كيعاني بزاف, كتكون واحد المعاناه كبيره بزاف. دونك هنايا كيخصنا نحاولوا نديروا اون بوز ونحاولوا نفهموا شنو من مورا هاد لا جالوزي. واش هاد الطفل كيحس انه بلاصتو ما مضموناش في هاد العائله, واش كيحس انه الراي ديالو ما كناخذوش بعين الاعتبار وكناخذو غير الراي غير ديال الاخر. دونك اون طونك بارون لابد ما اننا نحاولوا نفهموا شنو مور هاد لو سنتيمون ولا هاد ليموسيون ديال لا جالوزي هاد. اي ايفيكتيفمون كل ما عطينا الفرصه للطفل ديالنا انه يعبر, كل ما غنقدروا نجاوبوه بطريقه اللي هي بلوز افيكاس وادابتي للصعوبات ديالو. الوغ ميرسي بوكو مدام, ميرسي افو مسيو سامي. الوغ ال بو عادل بن نونا, ال بو سو كومبورتي كوم دي انفون بارول, ال بو سو كومبورتي كوم انفون بارول اي كومبورتمون. الوغ vous dites elle peut se comporter comme enfant. ما فهمتش مزيان لا فورمولاسيون, الا قدرتي تعاود توضح لي اكثر سي عادل. دونك vous parlez de d'une femme ou la d'une fille, elle peut se comporter comme enfant, parole et comportement. دونك الا قدرتي توضح لي سيل فوبلي هذا السؤال هذا باش نقدر نجاوبك بطريقه بلوز ادابتي. دونك ريدا دو كازابلانكا. alors
ma femme est en dépression et je ne sais pas comment communiquer avec elle. Donc justement tout à l'heure hضرنا على هذه القضيه هذه انه فاش كيكون واحد الشخص اون ديبريسيون راه التواصل معاه كيكون مختلف. دونك اول حاجه هي انني نحاول نتقرب له ونوضح له انني راني معاه وراني باغي نساعده وراني كنفهمو انه كيدوز بواحد المعاناه وحاول ما امكن انني نشجعه انه يشوف اخصائي باش يخرج من هاد الازمه هذه حيت لا ديبريسيون شي حاجه اللي كتعالج. دونك سي كمال انا عاد دخلت دكتوره مرحبا بك. انا غنشوف شحال الساعه شحال مازالنا هذا الوقت ناخذ واحد شويه ديال الوقت باش نجاوبو كنشوف انه باقى اسئله. مدام اسماء ميرسي افو ميرسي بور فوتر انكوراجمون. Alors, c'est Samir. J'ai un enfant hyper excité et très jaloux de ses frères jumeaux. Des fois, je m'en veux car le courant ne passe pas entre nous deux. Peut-être que je suis un mauvais père. Alors, c'est Samir. Allah yakhlik. Aham haja, li ntlb menkom diruha hiya ma tbqawch tqoulou annani je suis un mauvais père ou je suis une mauvaise mère. Hadchi ma ghayesa3dkomch nihaiyan. Par contre, nhawel nchouf kifash ndir nsa3d. كل اب ولا كل ام راه كيدير مجهوده. يعني رحنا اوني با ني بوغ اتر بارون. رحنا كنحاولوا نديروا ما امكن المجهود ديالنا باش نكونوا في المستوى. الوغ كتشوف انه كاين واحد الصعوبه في الكومونيكاسيون مع الطفل ديالك. دونك ديجا مزيان انك كتلاحظ كاينه هاد الصعوبه هادي. الوغ سكو فو بوفي فير هي انك تساعدو تكريي واحد لا كومونيكاسيون احسن. دونك انك تحاول دوز معاه شويه ديال الوقت بوحدو بلا ما يكونوا خوتو حيت قلتي ان عنده دي فريغ جومو و يلي تري جالو منهم. دونك سي امبورطون انه في لا فراتري ندوزو وقت مع كل واحد فيهم. بيان سور كندوزو اوقات اللي هي يعني كنكونوا مجموعين فيها دي مومون فاميليو ولكن سي تري امبورطون اننا ندوزو والوقت مع كل واحد ونعطيوه الاهتمام يعني تكون لا كونسونطراسيون غير عليه هو. دونك فو بوفي فيغ سا انك دير معاه دي زاكتيفيتي وانك تحاول تهضر معاه ما امكن في هاد لي كومبورتمون هادو. تحاول تشوف شنو هما الحاجيات ديالو دو كوا يلا بيزوان. واش كاينه شي حاجات اللي مثلا ما عجباهش اللي تقدر تقول له انك قابل يقول لك شي حاجات اللي واخا ما يعجبوكش يقولهم لك باش جوستمون هادشي افيليوري هادشي يحسن العلاقه بيناتكم. مي سيل فو بلي راه ما كاينش ان موفي بير ولا اون موفيز مير شاكان في دو سون ميو. دونك ديجا انك معنا في هاد اللايف وكتحاول يعني دير مجهودك باش جوستمون تحسن علاقتك راه ديجا معناتها انك ماشي ان موفي بير. فاطمه زهراء طريقه التواصل مع طفله في عمر سنه ونصف. هذا سؤال اللي هو جميل بزاف حيت بصفة عامة كنفكروا دائما كيفاش نتواصل مع الطفل ديالي اللي ديجا كيهضر ولا اللي مراهق الى اخره. ما كنفكروش في الاطفال اللي هما صغارين بزاف. الطفل اللي عنده عام ونص دونك ما عرفتش واش الطفله ديالك مدام فاطمه زهره واش كتكلم ولا باقي. اللي مهم باش نتواصلوا مع الطفل ديال هذا السن هي انني نرافقه في الحياه انني نهضر معاه على اي حاجه انني نقدم له فاش نخرج نقدم له الحياه انني نلعب معاه نقول له ها شنو هاد الحاجه شنو هاد الحاجه انني ندير معاه دي ريتوال مثلا كل ليله نقدر نقرا لها قصه ونحاول ما امكن انني نقضي معها واحد الوقت اللي هو ممتع. دونك التواصل ماشي لابد انه الشخص الاخر ولا الطفل يكون كيتكلم كنتواصلوا واخا ما يكونش الطفل كيتكلم. واحسن طريقه باش نتواصل مع الطفل اللي ما كيهضرش هي انني نقضي معاه الوقت اللي هو ممتع وانني انا نهضر في بلاصتو واخا هو ما يكونش كيتكلم. انا نحط الفاظ وكلمات في بلاصتو انني نقولها كنبغيها انني مثلا حسيت بها ماشي هي هذيك ولا فيها الحريق دونك نقولها انه كنحس بك ماشي هي هذيك. دونك هادشي كله غيعاون في العلاقه. الوغ سيهان بونسوار كومون كومونيكي افيك اون بيرسون سيلونسيوز طول طون. الوغ سي اون تري بون كيسيون اوسي سيهان حيت صعيب بزاف اننا نكونوا مع واحد الشخص اللي ما كيهضرش بزاف ولا ما كيهضرش تقريبا كاع. اول حاجه هي هاد الشخص هذا كما قلت قبيله واش هو
هكا مع كلشي يعني واش ما كي واش عنده صعوبه حيت اون جينيرال الاشخاص اللي كيكونوا سيلونسيوس بزاف وما كيكومونيكيوش كيكونوا بحال هكا مع كلشي دونك كيقدر هما براسهم تكون عندهم واحد صعوبه نفسيه ولا واحد الاضطراب انه ما كيقدرش يهضر على راسو دونك سهام واخا هاد الشخص هذا عنده هاد الصعوبه هادي وما كيكومونيكيش ما تحاولش دير بحالو فو كونتينيي حاول تكمل في المجهود ديالك حاول تهضر معاه واخا هو ما كيجاوبكش ما تكونش في الانتقاد دونك كل ما حاولتي كل ما بالعكس غتطور العلاقه في شي حاجه اللي هي احسن وليديال هي انه فريمون الا شفتي انه هاد الشخص كيعاني من صعوبه دونك يفو كونسلتي باش نعطيوه الفرصه انه يحس براسو احسن. الو ام سلمى اشنو الموضوع؟ مرحبا بك ام سلمى. الموضوع هو التواصل الايجابي مع الافراد الاسره ديالنا باش نخلقوا علاقه اللي هي سليمه اون ريلاسيون سان. الو دينا اكسيلون بريزونطاسيون ميرسي بوكو دينا. سي عبد العالي علامي ان غران ميرسي ميرسي ا فو دتر ا ليكوت. الوغ الموفق شكرا لكلام المعلومات والنصائح المقدمه. هذا ان بليزير انني نتواصل معكم ونقدم لكم توضيحات. سي كمال التواصل مع الطفل هل هو كافي من اجل الطفل او الحوار والتواصل ضروري علما ان فارق العمر عامل من عوامل الصعوبه. الوغ التواصل مع الطفل هل هو كافي من اجل الطفل او الحوار والتواصل ضروري بل انه غير العام؟ التواصل هو شي حاجه اللي كما قلت هي ناتوريل يعني حنا اصلا كنتواصلوا واخا بلو سيلونس كنتواصلوا. دونك هضرتي على الطفل جوستمون التواصل واللي كنقول ايجابي بيان سور دائما كنهضر على التواصل الايجابي هو ضروري بالنسبه للطفل. وفاش كنهضروا على الحوار رحنا ديجا فاش كنكونوا في الحوار رحنا في واحد التواصل اللي هو ايجابي حيت في الحوار معناتها انني كنعطي الفرصه للاخر باش نسمع له وباش نحاول يعني نفهم شنو هما الحاجيات ديالو. دونك افيكتيفمون التواصل والحوار هي شي حاجه ضروريه مع الطفل واخا يكون فارق العمر يعني واخا يكون الطفل انا قلت انه يكون باقي ما كيهضرش يكون رضيع التواصل معاه ضروري وايجابي بالنسبه للتكوين ديال الشخصيه ديالو. الو سلمى ادراوي سلام je suis une maman d'un enfant autiste de 5 ans non verbal comment gérer notre stress et parfois dépression j'ai deux filles de 6 ans et 8 ans qui souffrent eux aussi avec ce trouble. Madame Salma je comprends tout à fait هادشي اللي كتعيش ماشي شي حاجه سهله. الاوتيزم هو واحد الاضطراب اللي هو ماشي سهل لا بالنسبه للطفل اللي كيعاني لا بالنسبه للوالدين ديالو ولا بالنسبه للخوت. دونك هي شي حاجه اللي كتشكل واحد المعاناه بالنسبه للعائله كامله. دونك جو ريميرسي بور فوتر كيسيون حيت كطرح السؤال ديال كيفاش نجيري لو ستريس حتى مع دو في دو 6 ans et 8 ans اللي كيعانيو بحد ذاتهم. دونك سورتو فاش كيكون عندنا ان انفون اللي هو عنده ان اوتيزم يعني كنعطيوه واحد الوقت كثير بزاف لهاد الطفل هذا. دونك بعض المرات كان بحال نقولوا كندوزوا الاخرين على المستوى اخر في السكون بلان. دونك سي تري امبورطون ان انتينا كأم ديجا مدام سلمى تاخذ بعدا الوقت لنفسك كل ما انك انتينا حاولتي ترتاح نفسيا بوحدك يعني بلا ما تكون لابد مع الوليدات ديالك كل ما غتكون عندك واحد الطاقه ايجابيه وكل ما غتقدر تساعدهم اكثر. بالنسبه للبنيتات ديالك اللي قلتي عندهم 6 و 8 طون حتى هما لا بد ما انك تحاول تكون حاضره معاهم لا انت ولا الاب ديالهم انكم ديروا دي شوز انصامب يعني ماشي لا بد يكون التركيز غير على الوليد ديالك اللي عنده هذا المرض. دونك فريمون نحاولوا نديسونطراو ان بو من هذا لو تروبل باش نكونوا كاملين مزيانين. ماشي ساهل كنقول لك انه فريمون سي با فاسيل ولكن سي بوسيبل انك تاخذ الوقت لنفسك والوقت لبنيتاتك باش تحاولوا ما امكن ديروا واحد الطاقه اللي هي ايجابيه في المنزل ديالكم. الوغ سناء ما في دو 4 ans communique à la maison sans aucun problème mais à l'école elle est un peu timide devant ses enseignants elle reste un peu réservée. الوغ
déjà c'est très bien ان البنيسة ديالك كتكومونيكي très bien في الدار donc c'est déjà un très bon signe maintenant كنحاولوا نفهموا علاش البنيسة ديالك ما كت ماشي اليز مع الاخرين واش مع حتى مع لي 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 كاميرات ديالها يعني مع الاصدقاء ديالها حتى معهم تيميد خصني نحاول نفهم نسول الاساسيات ديالها واش كتشارك في القسم واش كتلعب في الساحه مع الاصدقاء ديالها باش نقدر نفهم شنو هو المشكل اللي كيتطرح ونأكومباني لونفون باحسن طريقه كاينين دي زونفون اللي كتكون كيكون لو كاركتير ديالهم بحال هكا كيكونوا اسي ريزيرفي ما كيكونوش تري زاليز مع الاخر دونك غتقدر انت تساعدها باش نقولوا تطلق اكثر انك تمشيو مثلا لدي زونفيرونمون اللي فيها الناس واللي غتحاول هي تادابطا تولف شويه بالحضور ديال الاخر وبيان سور الا فريمون ديك الساعه اكتشفتي انها ما كتقدرش يعني ما كتقدرش تسوبورتي انها تهضر مع الاخر ولا فريمون كاينه صعوبه ديك الساعه مهم انك تلجا للاخصائيين الوغ نوال ابني توحدي مشخص أسبرغر عمرو 2 ويقع مستوى ثاني يتواصل نادرا رغم أن يفهم كيف أساعده على التواصل بشكل طبيعي ألوغ مالوغوزمون مدام نوال ما غنقولكش أنه غنحاولوا نوصلوا لواحد التواصل كي غيكون مع الطفل اللي ما كيعانيش من التوحد ولكن إيفيكتيفمون كل ما حاولتي تفهم الوليد ديالك وعرفتي لو مود دو كومونيكاسيون ديالو باسكو الاطفال اللي عندهم ان اوتيزم راهم مختلفين ماشي كاملين بهم كي يتواصلوا بنفس الطريقه دونك كل ما عرفتي الطفل ديالك شنو الحاجات اللي مرتاح فيها وشنو الحاجات اللي ما مرتاحش فيها كل ما غتقدر تكومونيكي معاه بطريقه اللي هي بلوز افيكاس وبيان سور راه المساعدين لابد ما انهم يرافقوك في هذا لو سونس هذا Alors, si Jalil, bravo, merci beaucoup. Abdelrahim, j'aimerais bien que ma femme discute avec une personne psychologue pour s'extérioriser et aussi bâtir une plateforme de changement. Femme au foyer de 41 ans, mère de 4 enfants, elle vit la routine et aussi elle a des refoulements à partir de sa propre famille. Merci pour le soutien. Merci à vous, si Abdelrahim. C'est une jolie démarche حيت كتفكر في الزوجه ديالك واخا هي ممكن ما قالت لك حتى حاجه ولكن انت كتشوف انه محتاجه تفرغ محتاجه المساعده دونك فو ديت كو كالا بيزوان ديكستيريوريزي يعني ان الحياه ديالها قلتي تبارك الله عندها 4 الوليدات وعندها كتعيش في لا روتين يمكن ما كتاخذش اوقات ليلها ولا انشطه ليلها دونك ايفيكتيفمون je vous conseille vivement انك تقترح عليها الفكره الا شفتي انها محتاجه et pourquoi pas justement faire appel à une aide extérieure. Alors Asma, pour une personne adulte qui n'a pas l'habitude de communiquer, ses efforts pour apprendre peuvent l'aider jusqu'à quel point? Quel est le degré de la vérité du dicton tba' ighlab tba'? Très très bonne question. Alors pour une personne adulte qui n'a pas l'habitude de communiquer, donc بالنسبه للشخص اللي ما عندوش نقولوا ما عندوش منعتوش كيتواصل واش المجهود اننا نحاولوا نقولوا pour apprendre à communiquer peuvent l'aider et jusqu'à quel point bien sûr les efforts payent كل ما كنديروا مجهود كل ما كتكون واحد النتيجه اللي هي ايجابيه كما قلتي كيكون واحد لو تيمبيرامون واحد الطباع ديال الشخص اللي ما غنقدروش نبدلوه مي باغ كونتر غنقدروا نبدلو الطريقه ديال لا كومونيكاسيون ديالو دونك ولكن كما قلت قبيله في العلاقه مع الاخر راني الا جيت ويعني وقلت الامور بواحد الطريقه اللي هي غنقولوا سلبيه يعني جاتاك لوطخ وانني كندير له انتقادات كيقدر يعني هو يسبغاك كيتبلوكا دونك ما امكن الا بغيت نشجع الشخص انه يكومونيكي غنحاول نغير بعض الامور ما نغيروش بيان سور هو ولكن غنحاول نغير بعض الامور تدريجيا ونقول له نهضر له على راسي انا شنو اللي ما مرتاحش فيه اي بيان سور لي ايفورت فينيس بار بيي اي كوم جو جي دي توت الور il n'est jamais trop tard pour opérer un changement ماشي de personnalité ولكن dans la façon de communiquer alors Sylvie Lali Marzour qui قلنا ما هي انواع
طرق التواصل. طرق التواصل كاينين جوج انواع ديال التواصل. كاين التواصل اللي هو لفظي دونك بالالفاظ لا كومونيكاسيون فيربال، وكاينه لا كومونيكاسيون نون فيربال اللي حتى هي مهمه بزاف، اللي كتكون بلو ريغار، كتكون بالصوت، كتكون بلي جيست، اللي حتى هي كتلعب دور اساسي. بعض المرات هاد لا كومونيكاسيون نون فيربال كتقدر تاثر اكثر من الالفاظ. يعني ناخذ غير مثال ديال واحد الاب مثلا كيشوف في ولده، رد الفعل ديال ولده يقدر يكون اكثر كون كان الاب هضر معاه بالالفاظ. الوغ سي جليل، كومون ابراندر ان انفون ا دير نو سان كيل نو كولبابيليز. سي اسونسييل سكو فو ديت، باسكو الطفل ديالنا خصنا نعلموه انه يقول لا، وانه من حقه يقول لا، ماشي عيب. بالعكس هذه كتهضر على اثبات الذات. هذا واحد الموضوع اللي هو جد ضروري بالنسبه للاطفال، كيخصنا نعلموهم كيفاش يثبتوا الذات ديالهم. دونك دير نو خصنا نفسروا للطفل ديالنا انه ماشي، يعني ماشي واحد الغلط الا رفض الاخر. مثلا جا شي واحد دار له واحد طلب، دار له اون دوموند، دونك انا ما باغاش ندير واحد الحاجه ولا ما فياش ما نديرها، من حقي انني نرفض نقول لا. باسكو خصني نقول مع نفسي انه الواحد فاش كيجي يدير لي اون دوموند راني نقدر نقبل نقدر نرفض، كيبقى لا ليبرتي ديالي، كيبقى لو شوا ديالي انني واش باغي ولا ما باغيش. دونك طونكو انني جو ريسبكت لوتر وانني ما كنأذيش، دونك فين هو المشكل انني الا قلت لا؟ الوغ شنو غيجاوبني الطفل؟ هي ان الاخر ما غيبقاش مصاحب معايا، انه غيقدر يدي عليا واحد النظره خايبه. الحاجه اللي خصني نقولها للطفل ديالي هي انه العلاقه الا كانت مبنيه غير انني على المصلحه، انني نلبي لهاد صاحب ديالي ولا صاحبتي داكشي اللي بغات باش نكونوا مزيانين، دونك هذه ماشي علاقه اللي هي ايجابيه. دونك خصني واخا نقول لا الاخر يبقى مصاحب معايا. دونك الا هذا الاخر خفت منه انه ما يبقاش مصاحب معايا، خصني ناخذ لو ريسك. وتوت فاصون الا مشى وكسر هاد العلاقه طومبي، يعني ماشي الغلط ديالي، الغلط ديالو هو اللي ما تقبلش لا ديالي. دونك سي اون تري تري بون كيسيون. ميرسي بوكو. alors si Samir mon fils de 13 ans me tient tête tout le temps et ça m'agace au point de me dire que peut-être je suis un mauvais père. Alors, si Samir, vous parlez d'un adolescent, donc il a 13 ans et هو en pleine adolescence. Donc si le murahaka murahaka qui m'a قلت قبيله pardon, هو واحد السن اللي المراهق كيحاول يثبت الذات ديالو، دونك كيكون دون لافيرماسيون. وايفيكتيفمون راه كيقدروا يوقعوا مجموعه ديال الصراعات مع الوالدين. هاد الصراعات ما معناتهاش انك انت بوزيت ان موفي بير ولا راك ما كتعرفش تتعامل مع الطفل ديالك. باغ كونتر سي امبورطون كيما قلت اننا نخليو له واحد لو كادر اللي هو واضح، ما خصوش يتحداه، ولكن نخلي دائما في بالي انه راهو غيحاول يتافيرما. لادوليسون اي طول طون ان تران دو تيستي لي ليميت. دونك سي بور سا كو كنقول لكم لو كادر خصو يكون سوليد، خصو يكون الاطار اللي هو باين وواضح، باش الطفل ما يتلفش، باش المراهق ما يتلفش. دونك جو كومبرون كو فو سوايي توت افي اغاسي انه يبو تيان تيت، ولكن هذيك هي لا مانيير ديالو باش كيكبر. دونك اي ان تران دو غراندير اي موا سكو جو فو بروبوز انك ما تدخلش معاه في هاد الصراع، انك تحط لي ليميت ديالك وتحاول تناقش معاه في مواضيع الا شفتيه انه كيدير واحد السلوك ولا انه فريمون كي سانفيرم في واحد الوقت. essayez de lui renvoyer هاد ليماج et voyez شنو غيكون لو كومبورتمون ديالو. alors كمال دون انا عملية التواصل لا التواصل الايجابي بغيتي تقول افكتيفمون ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه اللي مكتسبه عند كلشي. كاينين اللي ما كيعرفوش يتواصلوا بطريقه ايجابيه باسكو هما ما يتواصلوا بطريقه ايجابيه. دونك مي افكتيفمون فاش كيكونوا عندنا اطفال
دونك كاباء ولا كامهات من المسؤوليه ديالنا ومن الدور ديالنا اننا نحاولوا نحسنوا العلاقه مع الطفل ديالنا، وباش جوستمون تكون عندنا علاقه سليمه مع الاخر لابد من اننا نحسنوا لا كومونيكاسيون ولا التواصل. دونك بوغ سا كاينه مجموعه ديال لي ليفر دي شوز لي يقدروا يساعدوكم في هذا لو سونس هذا، وجوستمون هذا لو لايف سي دون سو سونس. فوالا دونك سلمى هدراوي، s'il vous plaît comment gérer notre vie avec un enfant autiste de 5 ans non verbal et que depuis 6 ans. Donc à de la question j'y ai déjà répondu. Alors Samy, je n'arrive plus à rester dans cette routine, je me sens en prison. Donc effectivement c'est très très dur, enfin, la période de confinement les kanichoura اننا غيرنا العدد ديالنا، اننا ما يمكنناش نخرجوا، ما نقدروش نرجعوا لي زاكتيفيتي. دونك بو بو سونتي ان بريزون سي با فاسيل، ولكن انا فريمون سكو جو بروبوز هي ما تبقاش مركز غير على هذا لو كوتي. هذا راه كاينين دوطخ كوتي اللي هما بوزيتيف. نحاولوا نشوفوا الامور من هذا لونغل هذا. اون بو فير اون بوز، اون بو يعني نديرو دي زاكتيفيتي اللي ما كانش عندنا الوقت ليهم، نقدروا نتفرجوا في الشهرات اللي في افلام اللي كيعجبونا، نقدروا جو سي با نقضيو الاوقات مع لا فامي ديالنا. دونك بلان شوز اللي اون افي با لوكازيون دو لي فير نقدروا نديروهم. سي سيرتينمون با فاسيل سورتو كو يعني لا بيريود ايتي برولونجي، ولكن ايسيون دو فوار لي شوز اوسي دو بون كوتي. Alors, Asma Tazi, comment se comporter avec son conjoint quand on remarque qu'il a une dépendance aux réseaux sociaux? Effectivement, c'est difficile ce que vous dites, parce que fash katkoun une addiction ra kaykoun wahed lwaqt li huwa kanconsacreuh bzaf lhad l'addiction dialna w ma kankhliwch wahed lwaqt li lhiwar ma l'akhar. Donc essayez de lui faire passer le message bwahed tariqa li hiya دوس، اللي هي يعني تكون رطبه، ماشي تقول له شتي راه عندك واحد الادمان وما كتقضيش وقت معنا الى اخره. حاول انك انت تانفيتيه انه يجي يقضي معكم اوقات، وانت تورغانيزي دي مومون اللي غيقدر يكون معك فيهم. لا ديبوندونس لي ريزو سوسيو ولا اوتر شوز راه ادمان اللي يعني كتكون واحد المعاناه لا بالنسبه العائله ولا بعض المرات بالنسبه للشخص اللي هو بعض المرات ما كيكونش كونسيون دو سا. دونك فريمون الا كانت اون سوفرانس وما قدرتيش تغير هذا الامر واخا لي زيفور ديالك، يفو دوموندي دو ليت ا ان بروفيسيونيل. الوغ كنشوف انه مازال بزاف ديال الاسئله، ما عرفتش واش نكمل ولا كنشكركم فريمون على التبادل ديالكم. مالوغوزمون ما غنقدرش نجاوب على الاسئله كامله، ديجا تعدينا الوقت نورمالمون اون ديفي ساريتي يا كلكو طون. الوغ ميرسي افو دو مافوار سويفي، كنشكركم على المتابعه ديالكم، كنشكر لايمسي على هذه المبادره هذه. دونك كما قلت قبيله هذا كان اخر لايف بالنسبه لهذه السلسله، وغيكونوا امور اخرى في الجمعيه ديال لايم سي اللي تقدروا تتبعوها في لاباج اي ام سي. دونك كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى لكم صحه جيده، والى اللقاء ان شاء الله. ميرسي.